اهلا بيكم في طعم البيوت وفقرات ولقاءات طعم البيوت على الهواء. بديكم فكره سريعه عن مواضيع لقاءاتي النهارده مع حضراتكم. اول لقاء بتكلم فيه عن ملف القضيه السكانيه والزياده السكانيه، لكن من منظور دور الجمعيات او المجتمع المدني عموما، ليه دور قوي. بنتكلم من ناحيه الوعي، وهو بيساعد كده عن طريق المتطوعين اللي بيتطوعوا في هذه الجمعيات الأهلية. وهؤلاء المتطوعين ليهم دور قوي جدا، لأن ليهم صلة مباشرة بالفئة المستهدفة من هذه الحملات أو حملات التوعية. بتكلم في اللقاء الثاني عن موضوع برضو مهم خاص بكل أسرة، وهو الحوار الناجح، مش أي حوار، سواء ما بين الزوجين، ما بين أفراد الأسرة، بيننا وبين أولادنا، وده مهم جدا. إزاي أكون أنا ملجأ أولادي، أنا اللي بيلجأوا لي علشان يطلبوا النصيحة، يحكوا لو أي حاجة تكون مضايقاهم، إزاي يكون في جسر الصداقة والثقة، ده اللي كنا بنسمع عنه دايما، البنت سر مامتها، إزاي نرجع القيم الحلوة دي بين أفراد الأسرة. ده هيكون موضوع لقائي التاني. أما الآن فبنلتقي مع تقرير عن المشغولات التراثية واليدوية، نشوفه مع بعض وابدأ أولى لقاءاتي بعده على طول. ميرفت من الكنيسة الأسقفية، بشتغل مع الكنيسة الأسقفية في البرنامج للحفاظ على الحرف التراثية. الهدف من البرنامج تمكين المرأة في أنها تعتمد على نفسها وأنها تزود دخلها. كل المنتجات اللي احنا بنعملها كلها مشغولات يدوية وكلها قطن 100%. عندنا عدة منتجات بتخدم البيت العصري، زي الفوط، زي المفارش السفرة، زي الخدديات. كمان بنستعمل البشاكير القطن 100% علشان الناس لو بتروح بحر أو بتستخدمها في الحمامات. عندنا فوط، عندنا كل المنتج اللي بيحتاجوا البيت المصري في الوقت ده. المعرض من ضمن الحاجات اللي كانوا بيهتموا بيها الحاجات اللي هي القطن، المشغولات اليدوية، بياخدوا الإقبال أكتر من العرب على المنتج بتاعنا. يعني إحنا أول يوم كانت الناس كلها مبهورة بالمنتج بتاعنا، والحرفة إنها حرفة متمكنة يعني، فده كان بيساعد كمان إنه يكون مستوى الشغل أحسن. الهدف من المشروع انه بنمكن الست انها تشتغل وهي قاعده في البيت، انها تكون بتزود من دخلها وهي بتهتم بالاسره، تهتم بالاولاد، ما تحتاجش انها تنزل لسوق العمل. ده الهدف الاساسي للمشروع. الهدف الثاني الحفاظ على التراث البيئي واليدوي، لانه دلوقتي الحرفه دي ابتدت تبقى قليله جدا، مش كل الناس بتقدر تكون مقبله عليها. كمان بنكتشف هوايات الستات من خلال دون، يعني الست كونها انها تفكر في انها تشتغل وتقعد شهر علشان تكون متقنة للشغل اليدوي، ده يعني احترام كبير جدا 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 للمرأة انها تكون تعبانة في الحكاية دي. ده كل ما بيخص الهدف بالنسبة للبرنامج. زي ما انتوا شايفين ان في نوعين من الشغل، النوع الكروس ستيتش اللي احنا شرحناه قبل كده، وده نوع البرودري، في منه منتجات كتير، في منه المقلمة، في منه الدون، بيبقى مفرش في نص الترابيزة. طبيعة الشغل ده بيترسم الأول، بيتحدد الديزاين وبيترسم، وبعدين البنت بتيجي تستلمه بتلون الألوان، كل حاجة زي ما هي محطوطة في العينة. فده بالنسبة لشغل البرودري، في منه عينات كتير قوي معمول، ده مفرش بيتحط في نص الترابيزة، في منه مقلمة، في منه فوط سفرة. بالنسبة للكروستيتش في منه برضو منتجات كتير قوي. الفئة المستهدفة من الشغل هي السيدات والبنات كمان، يعني الست كمان بتعلم بنتها على انها تشتغل. يعني احنا عندنا الجدة والبنت والست والبنت، فعندنا ثلاث فئات بيكونوا بيستفيدوا من البرنامج ده.